وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، وغير ذلك من الآيات التي تحث على التدبر. قراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تدبر القرآن يورث الهدى والنور الإلهي واليقين والطمأنينة. يقول ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن.